بحث وزير الصناعه والتجاره والسياحه سعاده السيد زايد بن راشد الزياني مع وزير التجاره الدوليه البريطانيه السيد رانيل جيوردينا في العاصمه البريطانيه لندن اطور التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديده لتوسيع نطاق الشراكه القائمه بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجيه والتنمويه للبلدين الصديقين واكد وزير الصناعه والتجاره والسياحه ان حجم العلاقات الاقتصاديه بين البلدين تشهد نموا مطردا والذي جاء انعكاسا لحجم العلاقات التاريخيه المتميزه بين البحرين وبريطانيا وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجيه المشتركه والطموحه بين الجانبين هذا وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيله بتطوير وزياده حجم الاستثمارات الثنائيه والمرحله المقبله كما تطرق سعاده الوزير الى البيئه الاستثماريه الملائمه التي تحظى بها مملكه البحرين والمبادرات التطويريه التي قامت بها الحكومه الموقره لتسهيل جذب الاستثمارات المتنوعه الامر الذي جعلها وجهه فضلى للكثير من المشروعات العالميه التي تتخذ البحرين مقرا لاعمالها في المنطقه